مازال خويا باقينا الله. السبب خويا هذا العام جات كورونا وما كاين ما يدار فهمتي، وانا مريحين خويا وباقينا الله خويا. حنا كنريحونا في باب قصبه مدينه المحمديه، باب قصبه كنطبروا على العيد عند الوليدات والكرا وهادي، باقينا الله خويا. عندي واحد وي زايد الكرا والموضوع والوالدين وبزاف تنبيع بحال ما كويا كابليات وديك الخيوطه ديال التليفون. لا والو خويا، الثمنه طالعه خويا فهمتي. هاد العام كي جمع السيد قبيله في الصباح كيعاود لينا قال الثمن طالع، هذا هو اللي كاين اخويا. مشيتي شفتي السوق؟ لا مشاو واحد الناس من جيراننا سولوه هادي قال لك الثمن طالع فهمتي. واش غدير خويا، الله يسهل الله يجيب التيسير. وما تشريش انا اصلا، ما غنشري ما عنديش باش خويا فهمتي، ما عنديش. السلام عليكم. السلام الله. شريتي العيد مازال؟ مازال اخويا باقي على الله. مشيتي شتي في الاسواق كيبيع الاثمنه؟ باقي الغلا، كاين الغلا كاين الغلا. نظرك علاش هاد الغلا اللي كاين؟ في الاول ديما كيكون هاد الغلا بحال هكا، ديما كيكون سميتو طالع الثمن. انت كاين مغربي زعما الا كان هاد واش غتشري العيد؟ ما نشريش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما قدرتش عليه ما نشريش. سنه ماشي فرض عليك باش تشري تبيع حوايجك وتبيع سميتو باش تشري حوالي، ما جاتش هي. اللهم لا ما كيرضوش، ما كيرضوش سميتها، حنا ما كيرضوش بعضياتنا. ندير بحال السنة ديال الرسول، بحال الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقر ماشي عيب. الفقر ماشي عيب. الإنسان ما عندوش ما يكلفش. لا ما يكلفش على راسه، علاش تمشي تشري حوالي 80,000 وكذا وزد عليها الضو والماء والكرا وهذا، راه غتغرقها تولي من. كنشوفوا بعض الناس المواطنين اللي كيمشيو كيسرقوا ولا يديروا شي حاجة باش يمشي. لا بزاف لا. الدين ديالنا ما كيوصلش على بحال هكاك، ما عندكش ما توصلش لهذاك. ربي عذرك في ذاك. كاين واحد المسألة أخرى هي أن كاين الناس اللي كيتصدقوك، يعني الإنسان أيه هذيك راه مزيانة. إذا دقيتي لي عطيتيني واحد 4 كيلو ديال اللحم ولا كذا أنا هزميت، ولكن ما كنرضوش بعضياتنا. كيمشي تا هو يشري يبيع هذا ويبيع هذا ويتكلف ويدير تا هو سميتو، في الآخر كيولي ضحية، كيولي هو ضحية. اللهم اننا نختاروا السنه. السنه صافي، النهار ديال الدم راه كذا راه غادي يدوز صافي، النهار ديالو صافي، هذا هو صافي. ما كاين شيء، ما عندك ما دير. كيقول لك لا راه عندي وليدات عندي كذا، راه الله قادر بك وبهم الله راه رزق كل شيء، البشريه والحيوانات والحشرات وكل شيء. ما تنش الهم، الناس خايفين من هذا وديما حرام كاع، حرام من الدرجه الاولى كاع. تسكريدي باش تمشي تذبح لها ولا حرام كاع. لا ما ديش كاع. تقدر تقول للناس هذا ما مزيانش انسان. لا ودير الخير موجود، راه انسان كيدير داك باغي اللهطه بزاف يا سميتو. ما راه بلادنا فيها الخير، والله الا فيها الخير بالله، والله الا بلادنا ما كاينش بحالها كاع في العالم كامل. الناس حاسين عليها، الناس اللي برا وسميتو حاسين على هاد الخيرات اللي عندنا. شو دابا تفرق الله الفاكهه دابا والدلاح وكذا، ولا 100 دريال دي الدلاحه فيها 50 كيلو. خير وجود. الحمد لله، والله الا بلادنا اللي سين. القناعة هي كل شيء، القناعة، والله تكون القناعة إلا كل شيء غادي يكون بخير ولا خير، راه حنا فينا ديك اللهطة وسميتو. نقول لك واحد الهضرة، العيد مع المكتوب،
والانسان اللي كتب ليه الله غادي يشري، غير غير الشعب المغربي فهمتي، هو اللي هو اللي كيغليك، والانسان اللي كتب ليه الله راه غادي يشريه. والعيد راه سنة، انا بصفتي كنبقى حتى تبقى ليا يومين، وكنمشي كندخل للسوق داكشي اللي كتب ليا الله كنقضي به الغرض فهمتي، لانه العيد فايت باش ما عطى الله. راه يجوز علينا هذيك الذبيحه اللي كندبحوا فهمتي، الا ذبحناها نصدقوا منها، الا جينا نشوفوا ما غاديش نشوفوا حنايا غير ندبحوا ونفصلوه وندخلوه للكونجيلاتور ونقولوا صافي راه هذا هو العيد. هذا راه ماشي عيد، العيد خصك تزكي منه. يعني باش تسال الناس اللي ما عندهمش، لانه ما تعرفش، راه كاين اللي ما يقدرش يدير يدو، تلقاه كتلقاه لابس مزيان نقي بخير وعلى خير، ولكن ما راضيش باش يدير يدو فهمتي. ولكن هذاك الانسان يجوز عليه باش تصدق عليه، انه العيد راه سنة باش ما عطى الله يومين ديالو ولا ثلاث ايام ديالو غادي يفوت. ما مشيتش للسوق وما غاديش نمشي للسوق حتى تبقى ليا يومين وغندخل. شوف داكشي مع المكتوب، رزقي غادي يجيني، لانه الانسان يشدها بالله فهمتيني. كما قلتي يعني بزاف الناس كيهضروا على اللي شوف الشعب المغربي هو اللي كيغلي فهمتي، الشعب المغربي هو اللي كيغلي العيد الاضحى، راه ما كاين لا 70 لا 80 ولا 90، غنبقى حتى بقى ليا يومين ولا ثلاث ايام وندخل للسوق ونشري داكشي اللي كتب ليا الله. والله يجعل ربي يدخل عليكم هذا العيد بالخير والخمير ومبارك عواشركم. مازال الناس دابا باقي ما كتشريش، والثمن باقي ما معروفش واش طالعه ولا نازله. كنسمعوا بان الاثمنه هذا العام زايده شويه، انت ما مشيتيش للسوق؟ ما مشيتش للسوق، ولكن الثمن غادي يكون كما كان العام اللي فات، كما العام هو هذا. والفلاح حتى هو الله يكون في عون، راه كيطلع لي داك الشيء غالي بالعلف، ماشي غير نوضوا نقولوا راه رخيصه الماشيه اولا غاليه. هو لا جيت تحسب معاه مسكين، راه الا حسبتي معاه راه هو راه ما عنده حتى شحال حتى متضرر، والله يكون في عون الجميع. بالنسبه لك انت كتشري، فوقاش كتشري؟ كتبقى يوم ايام ولا قبل؟ انا حسب الوقت واللي كتب ليا، ما كنكونش انا واش غنشري، كنكون عديز ملي كنشوف كندوز عليها كنسوم، الا عجبتني شحال كناخذها، ما كيكونش بالي غادي نشري كاع. ونجدي الاثمنه نقدر ناخذ على حساب الوقت، نقدر ناخذ 2000 درهم 2500، والحمد لله عطينا الله الوليدات اللي كيشريو لينا داك الشيء، حنا ما بقيناش شي كنشريو من جيوبنا، والحمد لله عايشين من فضل الله والوليدات. هادشي اللي غادي نقوله هو هذا، ولا كاين شحال اخرى سولتيني مرحبا. واخا بالنسبه لك الاجواء هذا العام كي غادي تكون ايوا الاجواء شادي، نقول لك راه اللي عنده باش راه عدو الايام راه عادي، واللي ما عندوش مسكين راه اللي نوليه الله ما عنده ما غادي. الاجواء راه كنشوفوها حنا عاديه كما كانت، راه غادي هي هذه شي كورونا ما مغيره حتى شي حاجه، راه الناس غير كدير السبه، كل واحد راه اللي قسم لي الله شي حاجه راه عايش بالرزق ديالو. اما كورونا راه يكذب الكذب، راه ما زيده ولا ناقصه، ما كاين حتى شي حاجه، اللي فيه شي حال راه هو اللي فيه، اللي عنده راه عنده واللي ما عندوش راه ما عندوش. كورونا راه ما زايده ولا ناقصه حتى على شي واحد، الحمد لله احنا بخير وبلادنا بخير وعايشين بخير والحمد لله والله ملك الحمد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.